انخفاض باقي هشيش وخفيف اللي وقع في الولايات المتحدة وبعض الدول ديال الاتحاد الأوروبي، ربما في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة عاد غادي نحسوا به الانخفاض اللي عاشته هاد الدول الرأسمالية المتقدمة. فالمغرب الاقتصاد ديالو مرتبط بالاقتصاد الأوروبي أساسا، فغالب الأحيان أنه هاد الأمور ديال الانخفاض ديال النسبة ديال التضخم غادي تنعكس إيجابا، اللهم إلا في المغرب بغاو يستغلوا الوضعية ويدخلوا في العمليات ديال المضاربة، وما غاديش تأثر هذاك الانخفاض على المستوى العالمي على النسبة ديال التضخم. وهنا السلطات الحكومية مطالبة بالتدخل للحفاظ على مستوى ديال التضخم يكون مستوى اللي بنادم يقبلوا بنادم، وكذلك باش يحافظ على القوة الشرائية ديال الأسر المغربية. دونك هذا ماشي في الطريق الصحيح، نتمناو أنه مننا سنة أو سنتين هذه النسبة ديال التضخم تنخفض وترجع للأصل ديالها. مثلا المغرب كانت ما كتعداش 2%، في المتوسط كانت 1.2%، فالآن هذه مؤشرات إيجابية، ونتمناو أنه في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة حتى حنا نعرفوا الانخفاض ديال المستوى ديال التضخم. نعم، وشنو هي الأولويات اللي خصها تعملها الحكومة باش الأولويات أنها خصها تقوم بالعملية ديال المراقبة. فإذا كان الانخفاض على المستوى العالمي، ناخذ مثلا المواد البترولية والمواد الجيس، خص أنه هذيك الآثار ينعكس هنا على المستوى الانخفاض ديال الثمن. فإذا بقينا في نفس الثمن، بحال الآن مثلا البترول 72 دولار والثمن اللي كيتباع محلي راه 120 دولار، هذا الشيء ماشي لصالح الاقتصاد وماشي لصالح الدولة وماشي لصالح الأسر. دونك هنا الدولة خصها تقوم بالعملية ديالها ديال المراقبة، من المهام ديالها هي المراقبة بما فيها مراقبة الأثمان. قوانين المراسم الجديدة لمجلس المنافسة ويمكن نعكس هي على ربما تأثر حتى هي. أنا في المغرب الإشكالية الكبيرة وهي التطبيق، ملي كتكون غياب ديال المراقبة الناس الفاعلين الاقتصاديين يديروا اللي بغاو، ملي كتكون مراقبة كيشدوا ربما لواحد الهامش باش ما يطيحوش في الغلط والمخالفة للقانون. الأكيد أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة كونية، وبالتالي ما نراه اليوم هو بطبيعة الحال شيء مطمئن، ونعلم أن الموجة التضخمية يعني ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية قبل أن تنتقل عدواها بين قوسين إلى باقي دول العالم، خصوصا ما تعلق بها بالتضخم المستورد. وبالتالي انحسار التضخم سوف يؤدي إلى إعادة التوازن لمستويات يعني الأسعار، خصوصا ما تعلق بها بأسعار المواد الموجهة للاستيراد، وبالتالي سوف ينعكس ذلك تدريجيا وليس في القريب يعني بشكل آني على المغرب. وبذلك نحن ننتظر بشكل كبير يعني المقرر القادم لمجلس بنك المغرب المتعلق بطبيعة الحال يعني الرفع من عدمه من المستوى من يعني سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي ننتظر هذا الأرقام التي سوف يعني يوصلها أو يتحدث عنها بنك المغرب، والتي ستمكننا من التعرف على حجم هذه الظاهرة. نحن نلاحظ أيضا في المغرب الأرقام الصادرة عن المديرية يعني المندوبية السامية للتخطيط أن هناك يعني تباطؤ، هناك استقرار للتضخم، لكن التضخم في عمقه هو ظاهرة ظرفية، لا يمكن أن يكون ظاهرة هيكلية إلا بالنسبة للاقتصاديات المتعثرة التي تعاني مشاكل هيكلية، ولله الحمد وليس الحال بالنسبة للمغرب. أعتقد أن هذه المسألة تبقى نسبية، وأتوقع في تقديري على المدى يعني القريب والمتوسط أن يكون هناك على الأقل وفي الحد الأدنى استقرار، وأن هناك انحسار يعني في السنة المقبلة سوف يكون هناك بعون الله وقدرته، أعتقد في تقديري انحسار على أقصى تقدير في الثلث الأول من سنة 2024.